هل في يوم من الأيام تعالوا نحلم ممكن انتوا التلاتة تاخدوا بيت وتعيشوا فيه مع بعض؟ ايه انا طول عمري فكرنا كنت في انا واختي التخييم ده؟ وبنت دي خالتي الخطة دايما اللي احنا دايما حلمنا ان نعيش احنا مع بعض، نهج دي ونعيش الخطة اللي احنا لوحدنا في بيت. بنكرر بقى. لا دايما بنحلم ايه بكده، رأيكم؟ دايما بنقول طب ايه ليه؟ لا الخطة ايه اللي اللي بنعمل. اعتبرك ان انت اللي فكرت وحلمت؟ ايه بقى كان التصور اللي في دماغك؟ كنا دايما نقول ان احنا هنعيش احنا ثلاثة في بيت كسناجر، او ممكن نتجوز ثلاثة اصحاب او ثلاثة اخوات ونبقى احنا مع بعض احنا الثلاثة برضه، اللي فعايشين هما في ما نفس نسيبش بعض يعني. البيت. كنا يعني ساعات لو حصل ما فيش ما اتجوزوش، ممكن تنتقلوا كلكم انتوا تلاتة تعيشوا في بيت واحد؟ بدون الرجوع ممكن للأهل والأم، خلاص احنا كبرنا، او ممكن كأني رحت اشتغلت في بلد ايوه أو هم واثقين فينا، أو كأنك اتجوزتي بس ممكن. ممكن والله العظيم ممكن بيفكروا ممكن فيها، الحياة ممكن هتبقى ممتعة جدا جدا، سفر طول الوقت، بتوفروا كلكم مع بعض، بتطبخوا. او طب فكروا كده، أعتقد الحياة تبقى ظريفة ولا صعبة؟ لا مش مش عارفة، بس هتبقى عشان كل صعبة حد قوي فينا بس دلوقتي مع أهله، ف مش عارفة يمكن الحياة مثلا، أو ممكن نفكر يعني احنا فكرنا فيها قبل كده، احنا نقول انه نقعد كلنا في مكان واحد افتكر هيبقى ألطف، يعني اهتماماتنا هتبقى واحدة طيب تقريبا، انت قلتي ان هنتشارك انتوا مع بعض. بتكملوا بعض، فكل واحدة فيكم عندها ايه بتكمل التاني فيه؟ شخصيات مختلفة على فكرة ايوه، ما تماما. هو الشخصيات انتوا ابراج ايه المختلفة الأول؟ بتتقابل. انا برج العذراء. الأسد. اهلا يا باشا. اسد. الأسد. اهلا الميزان. اهلا اهلا، ثلاثة منسجمين مع بعض. ترابي وناري وترابي. لا ترابي ترابي وتراب. لا الاسد الأسد ناري 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 والعذراء وعذراء ترابي ترابي والميزان هوائي. هوائي هوائي يعني انتوا الثلاث حاجات ميكس ما عدا المائي، المائي اللي مش موجود مش معاكم. موجود. طيب كملوا سؤال بت سؤال. بت كل حد فيكم بيكمل يعني بتكملوا بعض ازاي؟ يعني مثلا ايه، انا ممكن ابقى طايشه شويه مثلا في اخد قرار او حاجه، ممكن ابقى انت طايشه شويه المتهوره اللي فيهم. ممكن شويه، فقبل ما اخد حاجه مثلا ممكن ارجع لمشيره، مشيره عاقله شويه، اسد. فممكن ارجع اخد راي مشيره مثلا وتلفت نظري الحاجه، او قبل ما اخد قرار او طب مرجع اعتبرك عذراء، فالعذراء منتقد الحمد لله، او اللي جنبنا عذراء بيور يعني، فمنتقد ومندفع وكل الحاجات اللطيفه دي، بيعملوا ايه في الانتقاد؟ بيمتص انتقادك بيحبوكوا، ازاي؟ بتحبي بيحتويكي. ايوه غير صح. الاحتواء يعني بيتعاملوا بتتحملوها؟ ازاي؟ اه هي بتتحملنا بيتحملوا كتير يعني، الصراحه. مثلا حتى لما ببقى مثلا متضايقه منهم من حاجه او كده، يعني مجرد قالوا لي كلمتين حلوين خلاص انا بنسى اي حاجه. يعني ممكن نبقى مثلا على جروب الواتساب بتاعنا مثلا متخانقين مع بعض عشان نظبط مثلا خروجه او حاجه، مجرد لما بنشوف بعض ناخد بعض بالحضن وكان ما فيش اي حاجه حصلت، وانسى اصلا انا كنت شاده معاهم ليه ولا هم شادين هل معايا ليه او في كده. العلاقة في 19 سنة في أسرار تخصكم محدش فيها يعرفها عن التاني؟ لا ما اعتقدش، لا ما اعتقدش. كل لا. أسراركم مع بعض كل ولا واحدة واحدة؟ كل واحدة فينا كتاب مفتوح للتانية، يعني ماشي. أنا حتى أهالينا إحنا أنا عارفة أهل ياسمين وأهل مشيرة وأخواتهم وباباهم يعني وماماهم انتوا كأنكم ثلاث كلنا عائلات مع ثلاث بعض. أخوات. بالظبط. ثلاث أخوات بس في بيوت مختلفة. صح. طب لو أنا قلت كل واحدة فيكم تقول عيوب التانية، يعني عيوب أنتِ يعني ياسمين عيوب رضوى ومشير، عيب وعيب. هي لسه ما هي قايلة رضوى لسه التهور، ممكن قايلة التهور التهور دي والانتقاد. رضوى، وإيه تاني؟ مشيرة ممكن في أي مكان عام لازم التيك توك وكله يتفرج علينا. كل شو شو الأسد. شو أسد أسد. طيب رضوى ياسمين ومشيرة، وابتدوا بياسمين. مترددة شوية، الميزان بعرفش تاخد عنده قرار تردد. بسرعة. انت صح جدا. وانا التردد برضو على ياسمين. الياسمين التردد. طيب مشيرة رضوى وياسمين، العيوب التانية غير اللي هم قالوها. هي رضوى ممكن عصبية بس طول الوقت في أوقات معينة. اوكي. ياسمين برضو ياسمين. التردد افتكر ياسمين التردد هو السمة الرئيسية بتاعته بتاع الميزان عموما.